قل فلما يعذبكم بذنوبكم. لما يعذبكم بذنوبكم واحدة من الثنتين هنا. الآن ما عندهم طريق ثالث، طريقان، إما أن يقولوا لا يعذبنا، وإما أن يقولوا يعذبنا. فإن قالوا يعذبنا بذنوبنا إذا ما صاروا أبناء الله وأحبائه، أن أقروا بالعذاب. ونقل الله عنهم هذا فقال سبحانه وتعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وقالوا أيضا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة في البقرة وفي آل عمران. إذن تمسهم النار، قالوا نمكث فيها 40 يوما، إذن يعذبكم، كذبتم ما قلتم، أنتم تدعون لا يعذبكم والآن تقرون أنه يعذبكم 40 يوما، إذن كذبتم ما قلتم أنكم أبناء الله وأحباءه، لو كنتم أبناءه وأحباءه ما عذبكم. أو تقولوا يعذبنا، تقرون، أو تقول أنه لا يعذبنا، إما أن يقول يعذبنا فهذا رد لقولهم، وإما أن يقول لا يعذبنا هذا كذب وزور وبهتان. وعندهم في التوراة والإنجيل وغيرها أن الله عذبهم، مسخهم قردة وخنازير سبحانه وتعالى، أصحاب السبت عذبهم الله تبارك، وهم يقرون بذلك، وصاروا في التيه مع موسى عقوبة لهم، عذبهم الله. فهم بين أمرين، إما أن يقولوا يعذبنا فكذبوا أنفسهم، وإما أن يقول لا يعذبنا فكذبوا الواقعة وكذبوا كتبهم التي تذكر ما عذبهم الله فيه أو به في الدنيا قبل الآخرة. قال قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أي لو كنتم أبناءه وأحباه ما عذبكم. وهذا رد صاعق من الله جل وعلا على هؤلاء الكذبة المفترين.